المكان دوت أساسا مكان أثري وقديم، وكل اللي فيه بنحافظ على التاريخ والأصالة المصرية في الأكل والخدمة وكل شيء. طريقة حتى لبس الاستاف هتلاقي برضو لبس قديم، ما بنحاولش نجيب أي حاجة حديثة زي المطاعم الحديثة، الحاجات دي كله هتلاقيه كده لوكال في لوكال. هو لما كان نجيب محفوظ بيجي انا ما كنتش انا موجود، كنتش انا موجود هنا، بس اللي انا كنت بسمعه انه كان بيقعد في المكان ده هنا، وحتى امضته على العمود دوت واحنا نحتناها بعد كده، هوت هو اللي مضى على العمود، وكان بيجي يشرب القهوه ويقرا جرايد كلها، واحيانا كان يقعد يكتب في ورق صغير ذكريات بتاع اي حاجه بيروح كاتبها على اساس بيحطها في قصته او اي حاجه بعد كده. الكلام ده انا سمعته، انا ما شفتوش.